الور، اول سؤال سي مصطفى بغيت نسولك، وهذا السؤال عنده علاقه بالكونتكست ديال اللغه الانجليزيه، شنو هي الاهميه ديال اللغه الانجليزيه في الابحاث ديالك بصفه عامه؟ السلام عليكم، بعد هذا شرف لي نكون معكم وشكرا لكم على التفضيل. في الحقيقه دابا في زعما مع مرور الزمن، بديت من 2015 في القناه ديال اجيش فهم، مع واحد ما انا قد ما انا كنتعلم قد ما كنلقى راسي خاصني ندير لي ريسيرش بلونجلي، لان كلشي المعرفه كاينه حاليا بالانجليزيه. واي دابا مثلا الكيد الاولاني اللي كان عندي في البحث كان واحد المقال في نيويورك تايمز وكان بالانجليزيه، فنظرا لانه الموضوع تقني لانه في مصطلحات كيتكرروا، فلقيت راسي الحمد لله قدرت نديبان فهمتي. وعلى باش الامريكان المراكنة تيخدموا بليماج بزاف، فكتلقى الارتيكل وميم طون فيه بزاف تصاور فيروس كيفاش داير داكشي، فكيعاونك اونتر ديماج تقريبا نفس الخدمه اللي كندير في اجيش فهم. ففي الحقيقه نقول واحد 90% ديال الابحاث كتلقاهم بلونجلي، هادو هما اللي فيها بعض الخرج كتفهمو كتلقى ماشي شي لونجلي صعيبه، وبعض الخرج كتضطر نترجم جوجل ترانسليتور وكتخدم صافي. سؤال اخر عنده يعني في نفس السياق، واش كيبان لك بانه الدوله كدير مجهود كافي في باش تساهم في الانتشار ديال اللغه الانجليزيه في المغرب، واش عندك شي توصيات في الاطار؟ الدوله ما بانش لي انا كدير مجهود كافي باش تساهم في الانتشار، كاينه رغبه اعتقد انه، ولكن الرغبه فقط هي واحد امنيه وكانها ماشي ما كاينش تطبيق على الارض الواقع. كندوي على راسي انا بعدا كنبقيت فاش غادي نقرا انا في الليسي ما كانش اللغه الانجليزيه بحال دابا، ولكن اعتقد التغير اللي كاين دابا ديال السوسيو ديال طلب المعلومه اللي كاين حاليا كله بالانجليزيه فرض راسه، كتلقى بزاف الناس دابا كيدويو بالانجليزيه اكثر من الفرنسيه. ولكن واش الدوله كدير ما بانش ليا لا في التعليم، وموا كانت على الاقل تفرضها من سنوات قليله، مثلا التعليم الاولي يكون فيها داخله في الانجليزيه. واعتقد هذا المشكل عنده علاقه مع العامل البشري اكثر من علاقه مع الرغبه، لان ماشي ما كاينش دائما اساس الانجليزيه. راه الفرنسيه في قانون الاطار الخماني بغاو يديروها ك اللغه ديال المواد العلميه، ولكن راه ماشي كلشي الاساسيه قرر الفرنسي، دونك كاين اشكال تقني اعتقد. ولكن اعتقد ان الراي ديالي انه القرايه خاصها تكون حاليا الإنجليزية، لأنه لا مستقبل إلا هذه اللغة حالياً.